celui qui a prêché un bien, ou qui a enseigné aux gens le bien, ou celui qui a essayé de réconcilier les gens. Celui qui a essayé de réconcilier les gens. Allah nous en préserve aujourd'hui, la maladie qui a atteint. Allah nous en préserve, mes chers. La langue, elle est faite pour détruire, pour séparer. Qu'Allah nous en préserve. Et ça, c'est l'œuvre de Shaitan. C'est l'œuvre de Shaitan, mes chers frères. يفرق بين المرء وزوجه يفرق نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله عز وجل العفو والعافية بشكفاء الله يدور لكم في مقدم إن شاء الله الله يفيد que cette adoration les adorations que nous pratiquons elles ont un sens et elles ont un résultat sur notre corps sur notre comportement mes chers frères وفقد الله ويقول ما فيه خير الله اللهم إنا نسألك أن ترجو إليك ونحن الآن واقفين بين يديك ربنا هذا حولنا لا يخفى عليك اللهم اصلح حال أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اصلح حال أمة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أقبل بقلوب المسلمين وجموعهم إليك اللهم أقبل بقلوب المسلمين وجموعهم إليك اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة يا رحمن الدنيا والآخرة ربنا ارحم والدينا اللهم ارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهما وارحمهما واكرم نزلهما ووسع مدخلهما برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ادنهم اهلا خيرا من اهلهم اللهم ادنهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم يا رحمن الدنيا والاخره واغفر بفضلك لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر بفضلك لجميع موتى المسلمين اللهم بفضلك واحسانك علينا يا نعم المولى ويا نعم النصير شاف جميع موتى المسلمين اللهم شاف جميع مرضى المسلمين اللهم شاف جميع مرضى المسلمين اللهم خفف من آلامهم اللهم خفف من آلامهم يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم عافهم تماما اللهم عافهم تماما اللهم احفظ أحباب علماء هذه الأمة يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم احفظ العلماء هذه الأمة من الزلل والضياع يا رحمن الدنيا والآخرة اللهم وفقهم لإرشاد الأمة لما فيه خيرهم ورضاك لما فيه خيرهم ورضاك يا رحمن الدنيا والآخرة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين